بسم الله الرحمن الرحيم. إلى وجهك ننظر، إلى وجهك ننظر، إلى وجهك ننظر، إلى وجهك ننظر، إلى وجهك ننظر. رحلة إلى الجنة. وعبثت الديدان بجسوم أولئك الفتيان والفتيات، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الحذر الحذر. اعلم أيها الراحل الحبيب أن النفس الأمارة بالسوء عدوة لك مع إبليس لعنه الله. البدار البدار. أيها الراحلون اعملوا على مهل وكونوا من الله على وجه، ولا تغتروا بالأمل ونسيان الأجل، ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها غرارة خداعة. ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي. فما لك ليس يعمل فيك وعظ، ولا زجر كأنك من جمال. فلا تأمل للدنيا صلاحا، فإن صلاحها عين الفساد. ولا تفرح بمال تقتنيه، فإنك فيه معكوس المراد. وتب عما جنيت وأنت حي، وكن متيقظا قبل الرقاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ إلى الجنة. هلم اركب معنا، اركب معنا، كن رفيقا لرحلتنا. نرحل من الدنيا إلى الأوج الأعلى، إلى دار أخرى، دار قرار ونعيم وسرور وحبوب وأمن وصحة وحياة أبدية. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا خطر على قلب بشر. إلى الجنة رحلة أبدا تحن إليكم الأرواح، وحديثكم ريحانها والراح، وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم، تشتاقكم، وإلى بهاء جمالكم ترتاح. إن تفضل الله عليك بالعفو والتجاوز، ونورك يسعى بين يديك وعن يمينك، وكتابك بيمينك مبيض الوجه، وكتابك بيمينك مبيض الوجه. في نورها المشكاة والمصباح، وتمتعوا فالوقت طاب بقربكم، بقربكم. راق الشراب وراقت الأقدام، أيقنت برضاه عنك وأنت على الصراط مع زمرة العابدين ووفود المتقين الراحلين. والملائكة تنادي سلم سلم، والوجل مع ذلك لا يفارق قلبك ولا قلوب المؤمنين. ركبوا على سفن الوفا ودموعهم بحار، وشدة شوقهم ملاح. والله ما طلب الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح. لا يطربون بغير ذكر حبيبهم، حبيبهم أبدا، فكل زمانهم أفراح. مؤسسة صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم رحلة إلى الجنة. محاضرة قيمة يلقيها فضيلة الشيخ بدر لهويدي البذالي. وأما الآن فمع المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق لغاية التحميد، المتوحد في كبريائه وعظمته الولي الحميد، الغني المغني المبدئ المعيد، المعطي الذي لا ينفد عطاؤه ولا يبيد، المانع فلا معطي لما منع ولا راد لما يريد. فسبحانه من إله أذل بالموت كل جبار عنيد، وكسر به من الأكاسرة كل جبار صنديد.
وأخرجوا من سعة القصور إلى ضيق القبور، وقطع حبل أمدهم المديد، أخذ به الآباء والجدود والأطفال من المهود، وأسكنهم بعد اللين والسعة والرفاهية مضيق اللحود، وعفر وجوههم في التراب بعد لين الوسائد والفرش الناعمة والتمهيد، وبقوا في تحت الأرض إلى يوم الوعيد. فيا بؤس للدنيا من سمها أطعمتهم، وبيدها الباطشة لطمتهم، وفي ظلمات الأرض وغيابات الثرى طرحتهم، فقلبت قائمة كالأعيان، وطمست تلك الوجوه الحسان، وأعمت تلك الأبصار، وأصمت تلك الآذان، وأسالت الحدق على الخدود والوجنات، وغسلت بالصديد جميل القسمات، وملأت بالتراب اللهازم واللهوات، وكسرت تلك الضواحك والرباعيات، وعبثت الديدان بجسوم أولئك الفتيان والفتيات، لطالما أغربوا ضاحكين وتقلبوا فاكهين، وباتوا على سرورهم مطمئنين آمنين. رحلة إلى الجنة. يا لاهيا بالمنايا غره الأمل، وأنت عما قليل سوف ترتحل، تبغي اللحوق بلا زاد تقدمه، إن المخفين لما شمروا وصلوا، لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها، فأنت من عاجل الدنيا ستنتقل، أصبحت ترجو غدا يأتي وبعد غد، ورب ذي أمل قد خانه الأمل، هذا شبابك قد ولت بشاشته، ما بعد شيبك لا لهو ولا جدل، ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت لأهلها صحة في طيها علل. قال بعض العلماء على قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قالوا: إن الأرض لتبكي على رجل، وتبكي من رجل، تبكي على من يعمل على ظهرها بطاعة الله، وتبكي ممن يعمل على ظهرها بمعصية الله فقد أثقلها، والله المستعان. وذكر عن شقيق البلخي أنه قال: الناس يقولون ثلاثة أقوال وقد خالفوها في أعمالهم، يقولون نحن عبيد الله وهم يعملون عمل الأحرار، وهذا خلاف قولهم، ويقولون إن الله كفيل بأرزاقنا ولا تطمئن قلوبهم إلا بالدنيا وجمع حطامها، وهذا خلاف قولهم، ويقولون لا بد لنا من الموت وهم يعملون أعمال من لا يموت، وهذا خلاف قولهم. الحذر الحذر. اعلم أيها الراحل الحبيب أن النفس الأمارة بالسوء عدوة لك مع إبليس لعنه الله، وإنما يتقوى عليك الشيطان بهوى النفس وشهواتها، فهي سلاحه الذي يصيد به، وهل أوقع إبليس في كبره ومعصيته إلا نفسه؟ قال الله جل وعلا وتقدس: إن النفس لأمارة بالسوء، فلا تغرنك نفسك، فلا تغرنك نفسك بالأماني والغرور، لأن من طبع النفس الأمن والغفلة والراحة والفترة والكسل والعجز، فدعواها باطل، وكل شيء منها غرور، وإن رضيت عنها واتبعت أمرها هلكت، وإن غفلت عن محاسبتها غرقت، وإن عجزت عن مخالفتها واتبعت هواها قادتك إلى النار، وهي رأس البلايا ومعدن الفضيحة، وهي خزانة إبليس لا يعرفها إلا خالقها، فنعوذ بالله من شرها. البدار البدار. ينبغي عليك أيها الراحل العاقل أن تبادر بالتوبة من الذنوب الماضية والحاضرة، من رياء أو كبر أو عقوق أو قطيعة لرحم أو كذب أو غيبة أو نميمة أو نحو ذلك من الذنوب، فبادر متابا قبل أن يغلق بابه وتطوى على الأعمال صحف التزود، ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي. إن الراحل الأريب هو من يتفكر فيما يقربه إلى الله وينجو به في الدار الآخرة، ويقصر الأمل ويكثر من ذكر الله تعالى، ويتجنب المناهي كلها، ويصبر نفسه، ويسأل الله الثبات بالقول الثابت حتى الممات. قيل إن يعقوب عليه السلام قال لملك الموت: إني أسألك حاجة،
قال: وما هي؟ قال: أن تعلمني إذا دنا أجلي، وأردت أن تقبض روحي. فقال: نعم، أرسل إليك رسولين أو ثلاثة. فلما انقضى أجله أتى إليه ملك الموت، فقال يعقوب عليه السلام: أزائر جئت أم لقبض روحي؟ فقال له الملك: بل لقبض روحك. فقال له يعقوب عليه السلام: أولست كنت أخبرتني أنك ترسل إلي رسولين أو ثلاثة؟ قال له الملك: قد فعلت، بياض شعرك بعد سواده، وضعف بدنك بعد قوته، وانحناء جسمك بعد استقامته، هذه رسلي يا يعقوب إلى بني آدم قبل الموت. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، وجاء رسول الموت والقلب غافل. نعيمك في الدنيا غرور وحسرة، وعيشك في الدنيا محال وباطل. حكماء الرحلة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من جمع ست خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا. أولهما: من عرف الله فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاتقاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أصبح أحد إلا وهو ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مردودة، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أتت إبليس جنوده فقالوا: قد بعث نبي وأخرجت أمة. قال: يحبون الدنيا؟ قالوا: نعم. قال: لئن كانوا يحبون الدنيا ما أبالي ألا يعبدوا الأوثان، وإنما أغدو عليهم وأروح بثلاث: أخذ المال من غير حقه، وإنفاقه في غير حقه، وإمساكه عن حقه، والشر كله من هذا نبع. وقال لقمان لابنه: يا بني، إنك استدبرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقرب منها أقرب من دار تباعدت عنها. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل. قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه: الدخول في الدنيا هين، ولكن الخروج منها هو شديد. قيل لإبراهيم بن أدهم: كيف أنت؟ فقال: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. فطوبى لعبد آثر الله وحده، وجاد بدنياه لما يتوقع. قال لقمان لابنه: بنيا، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. وقال محمد بن الحسين يرحمه الله: لما علم أهل الفضل والعلم والمعرفة والأدب أن الله عز وجل قد أهان الدنيا، وأنه لم يرضها لأوليائه، وأنها عنده حقيرة ذليلة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زهد فيها وحذر أصحابه من فتنتها، أكلوا منها قصدا وقدموا فضلا، وأخذوا منها ما يكفي وتركوا ما يلهي، لبسوا من الثياب ما ستر العورة، وأكلوا من الطعام أدناه مما سد الجوعة، ونظروا إلى الدنيا بعين أنها فانية، وإلى الآخرة أنها باقية، فتزودوا من الدنيا كزاد الراكب، فخربوا الدنيا وعمروا بها الآخرة، ونظروا إلى الآخرة بقلوبهم، فعلموا أنهم سينظرون إليها بقلوبهم وأعينهم، ولما علموا أنهم سيرتحلون إليها بأبدانهم، تعبوا قليلا وتنعموا طويلا، كل ذلك بتوفيق مولاهم الكريم، أحبوا ما أحب لهم وكرهوا ما كره لهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. اعلم بأن طريق الحق منفرد، والسالكون طريق الحق أفراد، لا يطلبون ولا تطلب مساعيهم، فهم على مهل يمشون قصاد، والناس في غفلة عما له قصد، فجلهم عن طريق الحق رقاد. وقفة قبل الرحيل. أيها الراحلون، أيها الراحلون،
اعملوا على مهل وكونوا من الله على وجل، ولا تغتروا بالأمل ونسيان الأجل، ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها غرارة خداعة، قد تزخرفت لكم بغرورها وفتنتكم بأمانيها وتزينت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلية، العيون إليها ناظرة والقلوب عليها عاكبة والنفوس لها عاشقة، فكم من عاشق لها قتلت وكم مطمئن لها خذلت، فانظروا إليها بعين الحقيقة فإنها دار كثير بوائقها وذمها خالقها، دار نفاد لا دار إخلاد، ودار عبور لا دار حبور، ودار فناء لا بقاء، ودار صرام لا دار دوام، جديدها يبلى وملكها يفنى وعزيزها يذل وكثيرها يقل، ودها يموت وخيرها يفوت. وقد تطابق على ما ذكر دلالات قواطع النقول وصحاح العقول والطغام، وقضى به الحس والعيان حتى لم يقبل لوضوحه إلى زيادة في العرفان، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ولما كانت الدنيا بهذه الحال التي ذكرت والعظة التي تقدمت وسلفت، جاء في القرآن الكريم من التحذير عن الاغترار بها والركون إليها والاعتماد عليها ما هو أعرف من أن يذكر وأشهر من أن يشهر. وكذلك جاءت الأحاديث النبوية والآثار الأثرية، فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العلماء والعقلاء والزهاد العاملون بعلمهم، الذين لم تأخذهم في الله لومة لائم، لم يركنوا إلى الدنيا بل اتخذوها مطية إلى الآخرة. ستندم إن رحلت بغير زادي، وتشقى إذ يناديك المنادي، فما لك ليس يعمل فيك وعظ ولا زجر كأنك من جمادي، فلا تأمل لذي الدنيا صلاحا فإن صلاحها عين الفساد، ولا تفرح بمال تقتنيه فإنك فيه معكوس المراد، وتب عما جنيت وأنت حي وكن متيقظا قبل الرقاد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. جد المسيح. أيها الراحل الحبيب، أيها الراحل الحبيب، هلم اركب معنا كن رفيقا لرحلتنا، نرحل من الدنيا إلى الأوج الأعلى، إلى دار أخرى، دار قرار ونعيم وسرور وحبور وأمن وصحة وحياة أبدية، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، دار جعلها الكريم جل وعلا دار ضيافة يكرم فيها عباده الأخيار الذين وفقهم لخدمته والعمل بطاعته. ولا تظن أيها الراحل الحبيب أن هذه الضيافة محدودة ولا أن الكرامة فيها تنتهي، بل كل ما تحبه وتتمناه أمامك، فتوهم فتوهم إن تفضل الله عليك بالعفو والتجاوز، ونورك يسعى بين يديك وعن يمينك وكتابك بيمينك مبيض الوجه. قال الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقد أيقنت برضاه عنك وأنت على الصراط مع زمرة العابدين ووفود المتقين الراحلين، والملائكة تنادي سلم سلم، والوجل مع ذلك لا يفارق قلبك ولا قلوب المؤمنين، تنادي وينادون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فتدبر فتدبر حين رأى المنافقون طفئ نورهم وهاج الوجل في قلوبهم، فدعوا بتمام النور والمغفرة، فتوهم وتصور وتخيل وتمثل نفسك وأنت تمر خفيفا مع الوجل، وتصور ممرك على قدر خفة أوزارك وثقلها وقد انتهيت إلى آخره، فغلب على قلبك النجاة وقد عاينت نعيم الجنان وأنت على الصراط، فحن قلبك إلى جوار الله عز وجل واشتاق إلى رضا الله، حتى إذا صرت إلى آخره خطوت بإحدى رجليك إلى العرصة التي بين آخر الجسر وبين باب الجنة، والخوف والرجاء قد اعتلايا في قلبك وغلبا عليك
لجزت الصراط كله واستقرت قدماك على تلك العرصة وزلت عن الجسر ببدنك وخلفته وراء ظهرك، وجهنم تضطرب من تحت من يمر عليها وتثب على من زل عنه مقتاضة تصبر عليه وتشهق إليه. ثم التفت إلى الجسر فنظرت إليه باضطرابه، ونظرت إلى الخلائق من فوقه وإلى جهنم من تحته تذهب وتصبر على الذين زلزلوا عن الصراط، لها في رؤوسهم وأنحائهم قصيف. فطار قلبك فرحا إذ نجوت بضعفك من النار، وخلفت النار وجسرها من وراء ظهرك متوجها إلى جوار ربك. ثم خطوت آمنا إلى باب الجنة، امتلأ قلبك سرورا وفرحا، فلا تزال في ممرك بالفرح والسرور حتى توافي أبوابها. فإذا وافيت بابها استقبلك بحسنه، فنظرت إلى حسنه ونوره وحسن صورة الجنة وجدرانها، وقلبك مستطير فرح مسرور متعلق بدخول الجنة حين وافيت بابها أنت وأولياء الرحمن. فتوهم وتصور وتخيل في ذلك الموكب وهم أهل كرامة الله ورضوانه، مبيضة وجوههم مشرقة برضا الله، مسرورون فرحون مستبشرون، وقد وافيت باب الجنة بغبار قبرك وحر المقام ووهج ما مر بك. فنظرت إلى العين التي أعدها الله لأوليائه وإلى حسن مائها فانغمست فيها مسرورا. لما وجدت من برد مائها وطيبه فوجدت له بردا وطيبا، فذهب عنك بحزن المقام وطهرك من كل دنس وغبار، وأنت مسرور لما وجدت من طيب مائها لما باشرته. وقد أفردت من وهج الصراط وحره، لأنه قد يوافي بابها من أحرقت النار بعض جسده بدفئها وقد بلغت منه. فما ظنك أيها الراحل الحبيب وقد انفلتت من حر المقام ووهج أنفاس الخلائق ومن شدة توهج حر الصراط، فوافيت باب الجنة بذلك، فلما نظرت إلى العين قذفت بنفسك فيها. فتوهم فرحة فؤادك لما باشر برد مائها بدنك بعد حر الصراط ووهج القيامة، وأنت فرح لمعرفتك أنك إنما تغتسل لتتطهر لدخول الجنة والخلود فيها، فأنت تغتسل منها دائبا ولونك متغير حسنا وجسدك يزداد نضرة وبهجة ونعيما، ثم تخرج منها في أحسن الصورة وأتم النور. فتوهم وتصور فرح قلبك حين خرجت منها، فنظرت إلى كمال جمالك ونضارة وجهك وحسنه، وأنت عالم موقن بأنك تتنظف للدخول إلى جوار ربك. ثم تقصد إلى العين الأخرى فتتناول من بعض آنيتها، فتوهم نظرك إلى حسن الإناء وإلى حسن الشراب، وأنت مسرور بمعرفتك أنك إنما تشرب هذا الشراب لتطهر جوفك من كل غل وجسدك ناعم أبدا، حتى إذا وافيت الإناء إلى فيك ثم شربته وجدت طعم شراب لم تذق مثله ولم تعود شربه، فيسلسل من فيك إلى جوفك، فطار قلبك سرورا لما وجدت من لذته. ثم نقى جوفك من كل آفة، فوجدت لذة طهارة صدرك من كل طبع كان فيه ينازعه إلى الغموم والهموم والحرص والشدة والغضب والغل، فيا برد طهارة صدرك ويا روح ذلك على فؤادك، حتى إذا استكملت طهارة القلب والبدن واستكمل أحباء الله ذلك معك والله مطلع يراك ويراهم، أمر مولاك الجواد المتحنن خزال الجنة من الملائكة الذين لم يزالوا مطيعين خائفين منه مشفقين وجلين من عقابه إعظاما له وإجلالا وهيبة له وحذرا من نقمه، وأمرهم أن يفتحوا باب جنته لأوليائه، فانحدروا من دارها وبادروا من ساحاتها وأتوا باب الجنة فمدوا أيديهم ليفتحوا أبوابها، وأيقنت بذلك فطار قلبك سرورا وامتلأت فرحا، فسمعت حسن صرير أبوابها فعلاك السرور وغلب على فؤادك. فيا سرور قلوب المفتوح لهم باب جنة رب العالمين، فلما فتح لهم بابها هاج نسيم طيب الجنان وطيب جري مائها، فنفح وجهك وجميع بدنك
وثارت أرائح الجنة العبقة الطيبة، وهاج ريح مسكها الأظفر، وزعفرانها المونع، وكافورها الأصفر، وعنبرها الأشهب، وأرائح طيب ثمارها وأشجارها وما فيها من نسيمها. فتداخلت تلك الأرائح في مشامك حتى وصلت إلى دماغك، وصار طيبها في قلبك، وفاض من جميع جوارحك، ونظرت بعينك إلى حسن قصورها وتأسيس بنيانها من طرائق الجندل الأخضر من الزمرد والياقوت الأحمر والدر الأبيض، قد سطع منه نوره وبهاؤه وصفاؤه، فقد أكمله الله بالصفاء والنور، ومازجه نور ما في الجنان. ونظرت إلى حجب الله، وفرح فؤادك لمعرفتك أنك إذا دخلتها فإن لك فيها الزيادات، والنظر إلى وجه ربك فاجتمع طيب أرائح الجنة وحسن بهجة منظرها وطيب نسيمها وبرد جوها. فتصور نفسك أيها الراحل الحبيب إن تفضل الله عليك بهذه الهيئة، فلو مت فرحا لكان ذلك يحق لمثلك، حتى إذا فتحوا بابها أقبلوا عليك ضاحكين في وجهك ووجوه أولياء الله معك، ونادوكم سلام عليكم، فتوهم حسن نغماتهم وطيب كلامهم وحسن تسليمهم في كمال صورهم وشدة نورهم، ثم أتبع السلام بقولهم طبتم فادخلوها خالدين. فأثنوا عليهم بالطيب والتهذيب من كل دنس ودرن وغل وغش وكل آفة في دين أو دنيا، ثم أذن لهم على الله بالدخول في جواره، ثم أخبروهم أنهم باقون فيها أبدا، فقالوا طبتم فادخلوها خالدين. فلما سمعت الآذان وأولياء الله معك بادرتم الباب بالدخول، فكظت الأبواب من الزحام. فتصور نفسك إن عفى الله عنك في تلك الزحمة مبادرا مع مبادرين، مسرورا مع مسرورين، بأبدان قد طهرت ووجوه قد أشرقت وأنارت، فهي كالبدر قد سطع من أعراضهم كشعاع الشمس. فلما جاوزت بابها وضعت قدميك على تربتها وهي مسك أظفر ونبت الزعفران المونع، والمسك مصبوب على أرض من فضة والزعفران نابت من حولها، فذلك أول خطوة خطوتها في أرض البقاء بالأمن من العذاب والموت. فأنت أيها الراحل، أيها الراحل، تتخطى في تراب المسك ورياض الزعفران، وعيناك ترمقان حسن بهجة الدر من حسن أشجارها وزينة تصويرها. فبينما أنت تتخطى في عرصات الجنان في رياض الزعفران وكثبان المسك، إذ نودي في أزواجك وولدانك وخدامك وغلمانك وقهارمتك أن فلانا قد أقبل، فأجابوا واستبشروا لقدومك كما يبشر أهل الغائب في الدنيا بقدومه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فبينما أنت تنظر إلى قصورك إذ سمعت جلبتهم وتبشيشهم فاستطرت لذلك فرحا، فبينما أنت فرح مسرور بغبطتهم لقدومك لما سمعت إجلابهم فرحا بك، إذ ابتدرت القهارمة إليك وقامت الولدان صفوفا لقدومك. فبينما أتت القهارمة مقبلة إليك إذ استخف أزواجك للعجلة، فبعثت كل واحدة منهن بعض خدامها لينظر إليك مقبلا ويسرع بالرجوع إليها بقدومك لتطمئن إليه فرحا وتسكن إلى ذلك سرورا. فنظر إليك الخدم قبل أن تلقاك قهارمتك، ثم بادر رسول كل واحدة منهن إليها، فلما أخبرها بقدومك قالت كل واحدة لرسولها أنت رأيته، أنت رأيته، من شدة فرحها بذلك. ثم أرسلت كل واحدة منهن رسولا آخر، فلما جاءت البشارات بقدومك إليهن لم يتمالكن فرحا، فأردنا الخروج إليك مبادرات إلى لقائك لولا أن الله كتب القصر لهن في الخيام إلى قدومك، كما قال مليكك حور مقصورات في الخيام. فوضعن أيديهن على عضائد أبوابهن وأذرعهن برؤوسهن ينظرن
متى تبدو لهن صفحة وجهك، فيسكن طول حنينهن وشدة شوقهن إليك، وينظرن إلى قرار أعينهن ومعدن راحتهن وأنسهن إلى ولي ربهن وحبيب مولاهن، فتوهم أيها الراحل الحبيب، وتصور ما عاينت حين فتحت أبواب قصورك ورفعت ستوره من حسن بهجة مقاصرك وزينة أشجاره وحسن رياضه. فبينما أنت تنظر إلى ذلك، إذ بادرت البشرى من خدامك، وأنت وزوجك بأكمل الهيئة وأتم النعمة، وقد حار فيها طرفك تنظر إليها متعجبا من جمالها وكمالها، طرب قلبك بملاحتها وأنس قلبك بها من حسنها، فهي منادمة لك على أريكتك، تنازعك وتعاطيك الخمر والسلسبيل والتسنيم في كاسات الدر وأكواب قوارير الفضة. فتوهم الكأس أيها الراحل من الياقوت والدر في بنانها، وقد قربت إليك ضاحكة بحسن ثغرها، فسطع نور بنانها في الشراب مع نور وجهها ونحرها ونور الجنان ونور وجهك وأنت مقابلها، واجتمع في الكأس الذي في بنانها نور الكأس ونور الشراب ونور وجهها ونور نحرها ونور ثغرها. رحلة إلى الجنة. وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير، وأودعها جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. فإن سألت أيها الراحل الحبيب عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الأظفر، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنيانها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من الحطب والخشب، وإن سألت أيها الراحل الحبيب عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت أيها الراحل عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت أيها الراحل الحبيب عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير، وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، وإن سألت أيها الراحل عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعها، وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسروره وقصوره وبساتينه 2000 عام، وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة لها 60 ميلا من تلك الخيام، وإن سألت أيها الراحل الحبيب وإن سألت عن علاليها وجواسقها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغابر في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار، وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، وإن سألت عن فرشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعالي الرتب، وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة وهي الحجال مزررة بأزرار الذهب،
فما لها من فروج ولا خلال. وإن سألت أيها الراحل الحبيب عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر، وإن سألت عن أسنانهم فأبناء 33 على صورة آدم عليه السلام أبي البشر، وإن سألت أيها الراحل عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين، وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين، وأعلى منهما خطاب رب العالمين. وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب إن شاء الله مما شاء تسير بهم حيث شاءوا من الجنان، وإن سألت عن حليهم وشاراتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملبس التيجان، وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون، وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب التي جرى في أعضائهن ماء الشباب، لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا، ولاستنطقت أفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا، ولتزخرف لها ما بين الخافقين، ولأقمضت عن غيرها كل عين، ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ولآمن من على ظهرها بالله الحي القيوم، ونصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لا تزداد على طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا، ولا يزداد لها طول المدى إلا محبة ووصالا، مبرأة من الحبل والولادة والحيض والنفاس، مطهرة من المخاط والبساغ والبول والغائط وسائر الأدناس، لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ذوب جمالها، قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه، وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها بطاعته أطاعت، وإن غاب عنها حفظت، هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جان، كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا، وكلما حدثته ملأت آذانه لؤلؤا منظوما ومنثورا، وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا، فهو معها في غاية الأماني والأمان. وإذا سألت عن السن فأتراب في أعدد سن الشباب، وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر، وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسان اللاتي جمع لهن بين الحسن والإحسان، فأعطين جمال الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس وقرة النواظر، وحديدها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز. هذا أيها الراحل الحبيب، هذا أيها الأخ الحبيب، أيها الشاب، أيها الصاحب، أيها المعلم، أيها التلميذ، أيتها الأخت الفاضلة، أيها الشيخ الكريم، أيتها الأم الحبيبة، هذا وإن سألتم عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس بالظهيرة والقمر ليلة البدر، كما تواترت عن الصادق المصدوق النقل فيه، وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد. زيارة فاستمع يوم ينادي المناد، فاستمع يوم ينادي المناد، يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته، فيقولون سمعا وطاعة، وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هنالك فلم يغادر الداعي منهم أحدا، أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دنيء، على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم
نادى المنادي: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة، سلام عليكم، فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا. فيقول: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا، ولا يبقى في ذلك المجلس إلا حاضره ربه تعالى محاضرة، حتى إنه ليقول: يا فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض قدراته في الدنيا، فيقول: يا رب، ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى. فيقول: بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. أيها الراحل الحبيب، يا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. إلزم الطريق. يا أيها الراحل، يا من ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله، فلا تتركن هذا الطريق. فإن من ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته، وقع في آثار المعاطب، وأودع قلبه سجون المضايق، وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين، فحياته عجز وغم وحزن، وموته كدر وحسرة، ومعاده أسف وندامة. قد فرض عليه أمره وشتت عليه شمله وأحضر نفسه الغموم والأحزان، فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. يستغيث فلا يغاث، ويشتكي فلا يشكى، فقد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة، وأقبلت آلامه وأحزانه وحسراته، فقد أبدل بأنسه وحشا، وبعزه ذلا، وبغناه فقرا، وبجمعيته تشتيتا، وأبعدوه فلم يظفر بقربهم، وأبدلوه مكان الأنس حاشا. ذلك بأنه عرف طريقه إلى الله ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه، فأبصر ثم عمي، وعرف ثم أنكر، وأقبل ثم أدبر، ودعي فما أجاب، وفتح له فولى ظهره الباب. قد ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه، فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشؤونه، فهو مقيد القلب عن انطلاقه في فسيح التوحيد وميادين الأنس ورياض المحبة وموائد القرب. قد انحط بسبب إعراضه عن إلهه الحق إلى أسفل سافلين، وحصل في عداد الهالكين
فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده، وإعراض الكون عنه إذ أعرض عنه ربه حائل بينه وبين مراده، فهو قبر يمشي على وجه الأرض، وروحه في وحشة من جسده، وقلبه في ملل من حياته، يتمنى الموت ويشتهيه ولو كان فيه ما فيه، حتى إذا جاءه الموت على تلك الحال والعياذ بالله، فلا تسأل أيها الراحل الحبيب عما يحل به من العذاب الأليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق، وإحراقه بنار البعد عن قربه والإعراض عنه، وقد حيل بينه وبين سعاداته وأمنياته. فلو توهمت أيها العبد المسكين، أيها الراحل الحبيب، هذه الحال وصورتها لك نفسك وأرتك إياها على حقيقتها، لتقطع والله قلبك، ولم يتلذذ بطعام ولا شراب، ولخرجت إلى الصعودات تجأر إلى الله وتستغيث به وتستعتبه في زمن الاستعتاب. هذا مع أنه أحباب الكرام إذا آثر شهواته ولذاته الفانية التي هي كخيال طيف أو مزنة صيف، نقصت عليه لذتها أحوج ما كان إليها، وحيل بينه وبينها أقدر ما كان عليها. تلك سنة الله في خلقه، كما قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا هو غب إعراضه وإثار شهواته على مرضات ربه، يعوق القدر عليه أسباب مراده، فيخسر الأمرين جميعا، فيكون عبدا معذبا في الدنيا بتنغيص شهواته وشدة اهتمامه بطلب ما لم يقسم له، وإن قسم له منه شيء فحشوه الخوف والحزن والنكد والألم، فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وحرص لا ينفد وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع. هذا في هذه الدار، وأما في البرزخ فأضعاف ذلك، قد حيل بينه وبين ما يشتهي، وفاته ما كان يتمناه من قرب ربه وكرامته ونيل ثوابه، وأحضر جميع غمومه وأحزانه. وأما في دار الجزاء فسجن أمثاله من المبعودين المطرودين، فواغوثاه ثم واغوثاه بغياث المستغيثين وأرحم الراحمين. فمن أعرض أيها الراحل الحبيب عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أحواله وأعماله، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله. فإن الرب إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنها، أو وجد بارقة من حبه ثم سلبها، لم ينفذ إلى ربه منها، خصوصا إذا مال بتلك الإرادة إلى شيء من اللذات وانصرف بجملته إلى تحصيل الأغراض والشهوات، عاكفا على ذلك في ليله ونهاره وغدوه ورواحه، هابطا من الأوج الأعلى إلى الحضيض الأدنى، قد مضت عليه برهة من أوقاته، وكان همه الله وبغيته قربه ورضاه وإيثاره على كل ما سواه، على ذلك يصبح ويمسي ويضل ويضحي، وكان الله في تلك الحال وليه، لأنه ولي من تولاه وحبيب من أحبه ووالاه، فأصبح في سجن الهوى ثاويا وفي أسر العدو مقيما وفي بئر المعصية ساقطا وفي أودية الحيرة والتفرقة هائما، معرضا عن المطالب العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية، كان قلبه يحوم حول العرش فأصبح محبوسا في أسفل الحش، فأصبح كالباز المنتف ريشه يرى حسرات كلما طار طائر، وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر.
إلى أن أصابته من الدهر نكبة إذا هو مقصوص الجناحين حاسر. نصيحة الرحل. فيا أيها الراحل الحبيب، أيها الداعية الأريب، فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها، يا عجبا له بأي شيء تعوض، وكيف قر قراره، فما طلب الرجوع إلى أحنيته وما تعرض، وكيف اتخذ سوى أحنيته سكنا، وجعل قلبه لمن عاداه مولاه من أجله وطنا، أم كيف طاوعه قلبه على الاصطبار ووافقه على مساكنة الأغيار. فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم، ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم، ويا مسخطا من حياته وراحته وفوزه في رضاه، وطالبا رضا من سعادته في إرضاء سواه، إنما هي لذة فانية وشهوة منقضية، تذهب لذتها وتبقى تبعاتها، فرح ساعة لا شهر، وغم سنة بل دهر، طعام لذيذ مسموم، أوله لذة وآخره هلاك، فالعامل عليها والساعي في تحصيلها كدودة الغز يسد على نفسه المذاهب بما نسج عليها من المعاطب، فيندم حين لا تنفع الندامة، ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة. فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته، فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته. وإن الله سبحانه وتعالى إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمال، وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة، لأنهم تبع لمولاهم، فإذا أحب عبدا أحبوه، وإذا والى وليا والوه. وفي الحديث المتفق على صحته إذا أحب الله العبد نادى: يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يحبه أهل الأرض، فيوضع له القبول بينهم، ويجعل الله قلوب أوليائه تفيد إليه بالود والمحبة والرحمة. وناهيك أيها الراحل الحبيب، أيها الداعية الأريب، وناهيك بمن يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته، ويقبل عليه بأنواع كرامته، ويلحظه الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم يا حي يا قيوم، أسألك اللهم أن تلحقنا بعبادك الصالحين الأبرار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبدا تحن إليكم الأرواح، وحديثكم ريحانها والراح، وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى بهاء جمالكم ترتاح. صافاهم فصفوا له فقلوبهم في نورها المشكات والمصباح، وتمتعوا فالوقت طاب بقربكم، راق الشراب وراقت الأقداح. أبدا تحن إليكم الأرواح، وحديثكم ريحانها والراح. ركبوا على سفن الوفا ودموعهم بحار وشدة
شدة شوقهم ملاحوا، والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح. لا يطربون بغير ذكر حبيبهم أبدا، فكل زمانهم أفراح. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية، هاتف رقم 04-815-1891 و823-11-39 و818-4051 جوال رقم 054-34-5021 رقم الفاكس 04-8-28-5405 صندوق بريد رقم 2405. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تم هذا العمل باستوديو صهيل اليرموك، الإخراج الفني والهندسة الصوتية ضيف الله الزهراني أبو حازم.